صباح الخير يا متابعين، فتح الفني الصباح لشركة ترينز بروكر. أقدمولكم كريم ميدان يوم 17 مارس 2022، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات إيجابية لأسعار الذهب وارتفاعها طبعا خلال تداولات أمس، وإن كان استقر بعد رفع الفايدة أو الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفايدة ربع نقطة مئوية، في تحرك كان متوقع على نطاق واسع، وأساسا أو بالأساس كانت الأسواق واخدة الحركة بتاعته بشكل مقدم. وطبعا بعد إعلان بنك فيدرالي مباشرة رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تداولات أمس. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة، مبيعات التجزئة الأساسية الأمريكي اللي جاب نتيجة أسوأ متوقع 2%، وكان متوقع عليه 9%. أكيد قرار فايدة الأمريكي، وكان البيان الأهم خلال تداولات أمس اللي جه زي ما كان متوقع عليه 0.5%. واليوم في انتظار بيانات هامة من أوروبا، مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية هيكون معانا مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية المتوقع عليه الانخفاض ل 15 بدل من 16 الشهر الماضي. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، طبعا محاولات الذهب للعودة مرة أخرى لأداء إيجابي وارتداده من 1902 وعودته ليختبر ال 1935. أداء إيجابي على الإي إم إيه، أداء إيجابي على السار، على الفلات ترند، عودته أعلى نقطة محورية 1919، عودته أعلى 38.2 فيبوناتشي، كل ده مدعمه بشكل كبير. ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر ال 35 علشان يروح لل 51 وراها ال 73. مرة تانية كسر ال 35 وراها ال 51 وراها ال 73. السيناريو الآخر المعاكس، تحقق بكسر 1902 وراها 1885 وآخر نقطة عند 61. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.